تسقط عن المغرب والعشاء ولا في يعني حل آخر؟ يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك فما بتصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر الحمد لله. نعم. وإنما عليك بعد تابع مواقيت البلد اللي أنت فيها على ساعتي وتصلي على العشاء. على إيش؟ على الساعة تبعتي. لا شو بدك بساعتك أنت؟ ساعتك أردنية. بدك شوف التوقيت البلدي التي أنت حللت فيها. نعم. طب معناه بتسقط على صلاة المغرب والعشاء اللي أنا يعني اللي في بلدي؟ ما سقط عنك شيء الله يهديه، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك. اي نعم. لأنه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء. الآن فهمت. اي نعم الآن فهمت. طيب غيره؟ اي نعم الآن فهمت. غيره؟ السؤال الثاني. ثاني لا تحرمش علي، ده مو ثاني. وتواجدت في وقت عيد الأضحى هناك، فمثلا يعني الأضحية تسقط عني ولا بضحي هناك أو بوكل هنا؟ بدك توكل هنا. طب إذا ما في أحد يعني يعني بتحكم على أخوك بالإعدام بتقول ما فيها حال؟ لا. ها شلون بتقول ما فيها حال؟ يعني اللي ممكن يعني اوكلهم بجوز ما يوفوا بالوعد. هاي عندك اخوك في النسب، اذا كان ما بيتجاوب معك عندك اخوك في الاسلام. نعم. ابو انس. نعم. جارك. نعم. او غيره ممن تعرف، ابو عبد الله مثلا. نعم. لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك. لا يعني ما بتسقط عني. لا. طيب السؤال الثالث. تفضل. لي من عم اخو ابوي اقترض مني قبل سنه ونص 150 دينار. نعم. ورجل يعني الان ظروفهم قاسيه جدا جدا، يعني ظروفهم صعبه لابعد الحدود، ومش مستطيع انا استد منه الفلوس، يعني بحاول اني دائما يعني احصلهم منه لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمروا فيها، فبجوز اني اعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا اقول له انه هذا يعني فهمت عليك، اسمع الجواب. نعم. اذا كان الدين دمات ما بجوز يمشي بديل الزكاة. أنا. أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت عارف ما بيجوز، بشرط أنك تقول للمدين أنا إلي عندك 150 دينار أعتبره مدون زكاة مني ومنك، مني إليك، وما لي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها وإلا فلا. معتاد انا اني اخرجها في 10 ذي الحجة، فانا بدي اصادف عليه 10 ذي الحجة وانا في امريكا، فانا بدي اقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا الكلام. ما بهم جائز. نعم. جزاك الله كل خير شيخ. اهلين. راجع من باكستان جديد. كيف؟ كنت راجع من باكستان. يلا. حديث. خرجت من باكستان 40 يوم وصار عندي حماس وغيرة على الدين وحرقة، وكنت قوي في الدعوة، فكنت دائما متحرك فيها أدعو الجنسين ذكور والإناث، والحمد لله الله عز وجل وفق وأخذ باليد كثير من البنات احتشمن ويلبسن الحجاب وكذلك من الشباب، لكن مع كما استمرار كثرة الإمساس تقلل الإحساس، يبدو أن العاطفة بدأت تخف شوي شوي،
يعني بدأت أجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من خلاف بعض العلماء إلي، يقولوا أنه لا يجوز يعني بعض البنات أو النساء بدون حجاب، وإحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفة واحدة عند الطوائف، يكون جالسين مع بعض في طبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ بينما يجوز المقابلة في العمل؟ هذه نقطة. صرت لما بدي أتحدث في الدين يعني أتحفظ كثير. وهذول اللي قالوا لك علماء يعني؟ والله إنما على الأقل بسمهم أنفسهم. لا إني أنا حبيت أستفسر برأيك. أنا راح أقول لك شيء. ما راح تسمع منهم. هن لو أرادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا، أي طلق وظيفتك بالثلاثة. فهن إذا قالوا لك هيك بعد منها بيجي كلامهم اللي أنت نقلت لي آنفا، أما الكلمة الأولانية ما بيقولوا لك ياها، وأنت بتقول لهم الكلمة اللي قلت لي ياها، وهذا واقع أنك أنت عايش معهم، فليش حتى ما بيجوز؟ يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح، ليش كذلك؟ يعني الاختلاط في الشرع ممنوع. نعم. وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. مثلا الواحد منا بينزل السوق، خاصة إذا كان السوق مزدحم، بلاقي في طريق نساء شي هيك شي هيك ولا آخره، شو بده يساوي؟ وأقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط، لأنه الله ممكن أنه يرمي بنفسه في اللجة، قد ينجو وقد لا ينجو. وكما قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ويقع فيه. فالآن أنت ولا غيرك، هالوظيفة اللي عم تشتغل فيها، أنا بقول إما وإما، لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري. إما أنك تكون أنت مضطر في هذا العمل ويجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز. لو فرضنا قلت لي والله مضطر، عندي استعداد لناقشك، لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن أنالج هذا المولج. فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر، حينئذ بيجي جوابك للمشايخ في محله. واضح لهون؟ واضح. وقولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب، بدك انت تعكس عليهم الامر، تقولوا للفتيات انه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب. وش نحن؟ الله ما راح يستجيب. لا، هو قضية الآن مش الكلام مع الفتيات، الكلام مع هذول اللي سميتهم العلماء. نعم.
انه بدل ما يقولوا لك انت ما بيجوز تتكلم الا بينك وبينهم حجاب، منقول له نحن قولوا لهالفتيات انه يتحجبوا. واخيرا انا بقول بدون ما ادخل بتفاصيل انت مضطر او غير مضطر، لريفما يتسنى لك عمل شرعي اكثر من الذي انت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفا فأنت مجتمع مع الجماعة، شي شباب شي شابات شي شبان شي فتيات إلى آخره، ما أرى مانعا أبدا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر. من هم من مضى علينا منهم من مضى علينا معه حوالي 3 سنوات والنصائح والمواعظ متتالية ولكن استجابة ما في، الله أكبر. وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة، عمل ميداني وعمل مكتبي، وخلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا الميل على المطعم نفطر. فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟ أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟ مستمر كيف ما بيجوز مستمر. هذا من جملة استمراريته أنك تواكله وتشاربه وتناصه، واضح؟ واضح. لكن لو فرضنا لا سمح الله انك يئست منه ونفضت ايدك منه، هذا ما لازم بعد خالطه بالمرة. لا الحمد لله ما وصلنا لياس. الحمد لله وذلك ما نبغي، ولذلك اكلك وشربك معه في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح، وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين. الله أكبر. مثلا استهزاء باللحية بالثوب، استهزاء بالمتدين بشكل عام، الاستهزاء بالدين يعني على أساس أنه مدير قديم وموظف. فأيهما أفضل، أن نسائر ونداري بالكلام اللطيف ولا نضغط عليه ونشد عليه بالكلام ونشدد عليه؟ هذا بارك الله فيك بيختلف. إذا كنت حديث عهد الاتصال به لا قديم. قديم. طيب إذا كنت قديم الاتصال به فلا بد أنك يعني أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة. الحمد لله ما قصرت معك كويس، لكن أريد الأسلوب الأمثل. أنا جيد في الكلام، فأنا أقول لابد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة. فنفس الكلام اللي قلت لك يا بالنسبة للشخص اللي ما يسيش أنت وياه بعملك، قلت لك أنه إذا يست منه أيضا نفس الكلام يقال لك بالنسبة لهذا النوع الثاني. فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض إيدك منه فأعمل له اللازم بقى من الكلام اللي بيجرحك وبيأذبه، لأنه كما قيل العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة. واضح؟ واضح.
ولابد فهمته أنت من جملة ما فهمته أنه يا أخي أنت صحيح عم تمزح، لكن أنت في علمك أنت أنك رجل مسلم، فأنت عم تسخر من الدين وأهل الدين، ما بتعرف أنه هذا بيخرجك من الدين كما تخرج الشعر من العجين، ولا مو مالك سائل حرام حلال تكفر ما تكفر؟ على ضوء ما بسمعك بدك سمعه بقى، إذا قال لك لا أعوذ بالله أنا ما أريد كذا إلى آخره فتعمل الدين معه، وإذا بتشوف منه لا مبالاة فتقسو عليه. لا هون الجزء الأول ذكرته، لكن متأمل دائما برحمة الله وبعفو الله، قول إن الله غفور رحيم. إيه لكن سمعه كمان إنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب. سمعنا يا إحنا هو مصر على الأولى. إيه نعم. الآية شو بتقول؟ إيه نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بدك تقرأ سمعه بهالآية هذه. وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر، معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكره لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوا من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن، ونقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر. شيخي اليوم حدث معي شيء لعله إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل